السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من أدوات الذكاء الاصطناعي لمديري المشاريع. النهارده إن شاء الله هنتكلم على البرومت أو المطالبات، أو إزاي إن أنا أسأل سؤال أخد الإجابة اللي أنا محتاجها، لأن ممكن يكون عندي مشكلة لكن أنا مش قادر أوصف له المشكلة، ما اديتوش السؤال وصف كامل للمشكلة، فالإجابة هتطلع ضعيفة. يعني افترض إن أنت رحت مثلا لشخص خبير جدا جدا في المجال، لكن هو مش قادر يفهم إيه المشكلة، او انت اديته سؤال عام فهيديك اجابه عامه، انما لما تبدا تشرح له الموضوع بشكل كويس ويفهم تقدر ان انت تاخد حاجه كويسه. طب هو جاوبك لكن الاجابه دي مش هي اللي انت عايزها، فانت ممكن تقول له لا ده انا ما اقصدش كذا اقصد كذا. نفس الموضوع هنا في الذكاء الاصطناعي، سواء شات جي بي تي او جيميناي او كوبايلوت او كاتب او اي برنامج من البرامج الخاصه بالذكاء الاصطناعي اللي هي اللغويه او الشات. طيب ممكن بعد ما يطلع لك الإجابة تقول له أنا عايزها على شكل مثلا صورة، أو عايزها على شكل مثلا جدول، فدي حاجة من ضمن الحاجات المهمة. خلينا نشوف مثلا إن أنا عايز أخليه ياخد قرار، أوصف له إزاي. ما أنا ممكن أقول له أنا عندي مشكلة كذا، لأ أنا عندي فريق تطوير برمجيات وعندي قرار إن أنا ممكن أستعين بمصادر خارجية أو أستأجر مصمم داخلي، يعني ممكن أوظف حد يعملها لي أو أستعين بمصادر خارجية. الاستعانة بالمصادر الخارجية هكلفني $20,000 مقدم و$5,000 شهري، انما المصمم هيبقى ليه راتب كذا، اني واحدة فيهم الافضل؟ تمام، واشرح اقتراحك. يعني شايف الكلمتين دول لو انا ما حطيتهمش هتبقى الاجابة مش اللي هي، ليه هداني الحاجة بس ما شرحليش ليه. تمام، طيب خلينا نروح كده لهنا واقول له السؤال اهوت، وممكن تروح لجيميناي برضو تديله نفس الحاجة، وممكن تروح لكوبايلوت وتقارن بين الإجابات أنا واحدة فيهم الأفضل. الأفضل هو طبعا اللي أنت إيه هتستريح معاه وتكمل معاه كده. هنقارن بين أهو، بدأ يعمل لي جدول الاختيار كذا، الاستعانة بالمصادر الخارجية كلفني كذا كذا كذا، التكلفة الإجمالية المصادر الخارجية كلفني 50,000، المصمم الداخلي هيكلفني 60,000. الجيميناي بدأ برضو يعمل الجدول والحاجات دي كلها، وتقدر ان انت تشوف انا واحد فيهم اللي انت مستريح له، كأنك سألت كذا خبير وكل خبير اداك الإجابة. طيب ده مثال مثلا. طيب تعال نشوف مثال تاني، حالة عمل في شركة عندها برنامج ولاء جديد، يعني مثلا انت اشتريت من عندي منتج فبتاخد نقاط بحيث نتأكد ان لو انت بتشتري من عندي على طول يبقى ليك ميزة او ليك تخفيض او ليك جايزة. نسأل السؤال دوت، تكلفة التنفيذ هيكلفنا قد ايه، العوائد المتوقعة قد ايه، الربح الصافي هيبقى قد ايه، عائد الاستثمار، وليه الاختيار ده هيبقى كويس، ومديك إجابة تفصيلية للحاجة. عايزين نعمل ميثاق للمشروع، وممكن تزود له جملة حلوة قوي بتقول له ايه انت مدير مشروع، بحيث ان كل كلامه يبقى ايه مدير مشروع. فيبدأ ان هو يجيب لك بقى ايه اهداف المشروع، نطاق المشروع، اصحاب المصلحة الرئيسيين، وهكذا. ممكن تكون في نقطة او نقطتين يعني غايبين عنك، فايه لما سألته هيبدأ ان هو ايه يفتح الامور. طيب ممكن تسأله اي اسئلة من المشروع وهو يجاوبك من اسلوب معين، مثلا انا بتابع مثلا بي ام بي او بتابع كذا، فيبدأ ان هو يجيب. عمل لي مصفوف التتبع والمتطلبات اهيت، ولو عندك اي ملف من ملفات المشروع تقدر تعمل اتاش وترفعه، بس تتاكد انها مش سريه او ما فيش مشاكل او كذا، لان ممكن ياخد المعلومات ديت ويشيرها مع الناس كلها. يعني لما حد يساله سؤال يستعين بكلامك للاجابه.
التحليل القيمة المكتسبة unit value، التكلفة الفعلية actual value، وهكذا. يبدأ بقى يحسب لك كل حاجة فيهم. تعال ناخد مثال آخر، عايزين نعمل تحليل لأصحاب المصلحة في المشروع. نوقف دوت، فعل كده. المسار الحرج مثلا، بدل يعني هنا هيدولك على طول، وبعد كده تعمله تبقى على البرمافيرا، تعمله على اي مكان. المهم ايه، ان هنا سهل لي ان انا اعمل حساب بتاعتها. وقول له انا عايزها على شكل جدول، انا عايزها على شكل نقاط معينة، وهكذا. طيب عندك سكادول مثلا معين، تبدأ تقول له ايه، انا اديله المسار، اديله السكادول اللي عندي، ويبدأ ان هو يحسب لي الحاجات ويبدأ يعملها بشكل دوت. اقول له بالداتا اللي انا اديتها لك ابدأ ان انت تشتغل عليها. طيب في تأخير، عايزين نعمل مخطط السبب ونعرف سبب التأخيرات ايه. فعمل له مخطط سبب والنتيجة اللي هي عظم سمكة اهوت، الموظف والطقس والمواد والمعدات، وحلل لي الأساليب الجذرية وطرق التخفيف. قال لك وظف ناس، ما تمشيش ناس، واعمل لهم تدريب بشكل دوري. طيب في تطبيق مثلا عايزين نعمله، خلينا نستخدم بقى جمله شويه عشان محدش يعتقد ان شات جي بي تي هو الصح والباقيين وحشين. لا، في كلهم، كل واحد فيهم ليه ميزة وعيب، بيبقى قوي في نقط وفي نقط ممكن ما يبقاش قوي فيها. إدارة المخاطر، ممكن بقى أخد الكلام دوت وأقول له إيه إدارة المخاطر، أو شرح له المشكلة بالأرقام بكل حاجة. أنت لو مش مديله أرقام مش هيعرف يقيم، وفي الآخر مديك إن أنت تصدره لجدول إكسل. طيب دي أمثلة سريعة، لكن هو ممكن تستخدمه في أي حاجة عندك في المشروع. تحديد الأولويات، القيمة، إدارة القيمة المكتسبة، شبكة الطاقة، عندك خطة إدارة المشروع، إدارة المشتريات، تلخيص المشروع، اتخاذ القرار في المشروع، كل ده تقدر تستخدمه فيه.